وهذا السائل يقول: هل يشرع حلق شعر الدبر ويكون من حلق العانة؟ والجواب أن هذا الفرع لم ينص عليه فقهاء المذهب، فعند ذكرهم العانة ذكروا أن العانة، ذكروا كغيرهم من فقهاء المذاهب الأخرى أن العانة اسم للشعر المحيط بالقبل للرجل أو المرأة. وأما في كون حلق الدبر من جملة حلق العانة فهذا الفرع لم تذكره الحنابلة، وهو مذكور عند الحنفية والمالكية والشافعية على اختلاف منهم في قوله في حكمه، لكن الحنابلة لم يذكروا هذا الفرع. ومن لطائف التصانيف الفقهية التي وقفت على أسمائها أن فقيها مالكيا صنف كتابا في حكم الفروع التي عند الشافعية على مذهب أصحابنا المالكية، يعني أن الشافعية ذكروا فروعا ليست في مذهب المالكية فعمد إليها وجمعها ثم اجتهد في تخريج مذهب المالكية. والحنابلة اعتنوا ببيان أحكام الشعر، ذكروا حكم شعر الرأس وشعر الإبط وشعر الشارب شعر العنفقة حتى شعر الأنف ذكروا، لكن شعر الدبر لم يذكروا حكمه. فمثل هذا يقال لم يذكره الحنابلة من الفروع التي لم يذكرها الحنابلة. ثم إذا تكلم فيه فقيه حنبلي يتكلم فيه إيش؟ تخريجا يخرجه، لكن ليس هو نص المذهب ولا ذكره أحد من فقهاء المذهب، ويكون التخريج على قواعد الحنابلة وأصول الحنابلة. فعلى قاعدة الحنابلة لا يكون من جملة حلق العانة، وإنما يكون من جملة المباح، أنه يباح حلق شعر العانة. أما كونه مستحبا يدخل في الاستحداد فهذا ليس على أصول الحنابلة وقواعدهم. ومما ينبه إليه أن الفروع التي لا تذكر في المذهب أو النوازل الحادثة إذا أراد أحد أن يذكر حكما فيها على مذهب لا بد أن يخرجه على الفروع المذكورة فيه أو في أصوله. ومن أسباب الضعف في أحكام النوازل عند المتأخرين أنهم لا يخرجونها على أصول المذاهب وفروعها، فتجدهم يتناولون المسألة فقهيا باعتبار الفقه العام الذي يسمونه الفقه المقارن، وهذا حسن، لكن أحسن منه أن يتقدمه تخريج هذه المسألة على الأدلة على الأصول أو الفروع المذكورة في مذهب من المذاهب المتبوعة أو على المذاهب المتبوعة الأربعة، ثم بعد ذلك ينظر في الترجيح بينها بما يسمى بالفقه المقارن.